الساعة 6:05 وقتها سمعت صوت الانفجار، ماني قادرة أحدد شعوري كيف كان بهديك اللحظة. كان همي إنه لقي أولادي بالبيت لأنه واحدة منهم اختفت. فكرت حالي بصراحة عم بحلم أول شيء. بنايات اللي حوالي كل إزاز نازل على الأرض، وين نحن؟ ليه هيك صار؟ ما صدقنا إنه هذا الانفجار هون ببيروت. كان صوت كتير قوي، صوت تكسير قزاز. اتصلنا بالشغل وعرفنا انه المكتب تبعنا انقذى، ووصلنا فيديوز انه المكاتب تبعولنا كانوا مكسرين. ضليت نهار كامل ما عم بفهم عن جد شو صار، لدرجه عن جد ما كنت عم بحكي مع العالم اطمن عليهم لانه انا ما فهمانه شو عم بصير. كنا بحس هيك انكسر شيء فينا جواتنا بأربع آب، وكنا عم نجرب هيدا السنه انه نكون عم نظبطه ونعبيه. حسيت بمعنى عن جد المشاركه والاحساس بالاشخاص الثانيين. I feel proud انه على القليله لو it's a small impact حسيت حالي عملت شيء، يعني واحد لما يساعد الناس ويشوف انه عم يعمل فرق ما في احساس مثله.